المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. رواه الترمذي باب ما جاء في الشتم. مغيرة بن شعبة رضي الله عنه narrates that رسول الله صلى الله عليه وسلم said: don't abuse the deceased as you would thus cause distress to the living. It means that by abusing the deceased, his relatives would be grieved, but the one who is abused will not be affected. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. رواه أبو داود باب في النهي عن سب الموتى. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما narrates that رسول الله صلى الله عليه وسلم said: mention the good qualities of your deceased and refrain from mentioning their faults. أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه يوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري باب من كانت له مظلمة عند الرجل. أبو هريرة رضي الله عنه narrates that رسول الله صلى الله عليه وسلم said: whoever has done a wrong affecting his brother's honor or something else must ask him for forgiveness now before the day comes when he will never either dinar nor dirham. If he has any good deeds, then these will be subtracted equal to his wrong doings, and if he has no good deeds, then the evil deeds of the one wronged will be taken and laid upon him. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وهو بعض الحديث، رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح الجامع الصغير. براء بن عزب رضي الله عنهما narrates that رسول الله صلى الله عليه وسلم said: the worst usury is disgracing his brother. Disgracing Muslim is termed as the worst usury. In usury, the wealth of others is taken away and exploited for personal gains. Similarly, disgracing Muslim causes harm to his owner, and the owner of Muslim is far more respectable than his belongings. Thus, disgracing is termed as the worst form of usury. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. رواه أبو داود باب في الغيبة. أبو هريرة رضي الله عنه narrates that رسول الله صلى الله عليه وسلم said: indeed, the biggest amongst the major sins is to attack a Muslim's owner unjustly. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد.